وما غادي تشوفوا كيفاش اللي بتشري شي موتور وما تمت فيه. اول حاجه كتشوفها اننا جوج موتور غادي نشوفوا كيفاش يعني باش تشري موتور شات خصك تقلب فيه الموتور خصك تقلب فيه الاول هو الصباغه تشوف واش نقي العباد. المهم داكشي حتى هو ما باينش يعني وغادي تقلب النوامر اللي كاينين في السيسي. وما ثاني حاجه يعني هاد النوامر هادو يعني خصك تشوفهم وخصك يكونوا هنا في هاد البارتي هادي ويكونوا في هاد اللعبه هادي يكونوا في الكادر ويكونوا في كارت كريس. يعني هادي هي ثاني حاجه يعني خصك تقلب البنوات الجوانت الفرانات وياه سير حتى هذا كذلك غتقلب فيه هاد النوامر هادو خصهم يكونوا باش ما يكونش شي موتور مشفور ومدقوق الوراق تلقاهم في جهه والساسي في جهه يعني تشوف فيه تاول البنوات. ثاني حاجه قلبت الساسيه ديال كيما مسودي الساسيه هذه البلاصه هذه نضر لها من جهه اخرى باش تبان مزيان. يعني هذه البلاصه هذه حدا هذه النمره هذه خص تقلبها ياك مسودي الموتور حتى كندير الكسيده اول حاجه اول بلاصه ديال كلها هو هنايا. يعني هذه البلاصه هذه خصك تقلبها وهاد البلاصه هذه اللي كاينه هنا تقدر تاول فيها مسودي يعني خصك تقلب الداخل تا هو يعني بحال هاد الموتور هذا اللي محلول اللي باين فيه تقلب فيه السيسي هذا يعني هاد السيسي هذا وتقلب هاد الكادر هذا من هاد الجهة هذا تا هو تيكون كندير كسيدا تتحل من هنايا. وكاين هاد البارتي تاعي تقلب السيسي مخصوش يكون قريب لهنايا يعني كل الموتور اللي كيكون دايركت كسيدا مدخول شي حاجة كيكون هنا هذا قريب لهنايا يعني خصك ديما ترد ليه البال يعني تشوف الفرق ما بين هنا خصو يكون بعدا على الأقل واحد 10 سنتيم. هانتوما تاع هنايا كما كتشوفوا انا خصي يكون هاد البلاصه هادي بعيد يعني كندير كسيده كيكون داخل الكادر اللي هنايا. وكتشوف حتى الكيلومتر كاين خلاص الكيلومتراج راه ما تيكونش حتى هو مهم حيت كاين شحال من موتور اللي تيكون ما ضرب والو ولكن ضرب كسيده ولا تتلقى ما كاينش شي واحد اللي هو مطور يعني كيكون الموتور دغيا كيكون مشتت حيت كاين اللي عنده الموتور قديم مش حاله ديك كتلقى الموتور باقي نقي يعني ضرب في الكيلومتراج ولكن باقي هو ناضي. المهم الكيلومتراج حتى هو تيعطي واحد شويه. ودابا خلاص غادي نشوفوا الماكينه يعني الماكينه خصهم ما يكونش فيها الزيت خارجه يعني والبولونات خصهم يكونوا نقيين يعني البولونات ما يكونش واحد مهرج شي واحد مفوري يعني حتى البولونات تيبانوا لك باقي جداد ما كيكونش فيهم الساروت محيين راهم محلولين ومسدودين. وتا الموتور كتشوف عمر الشعر تشوف الدقه تاع يعني كتسمع الصوت تاع الموتور. و ثاني حاجه باش عارف الماكينه انها ما منفساش يعني الماكينه باش ما منفساش كتدير لها هكا تسكت. كما كتشوفوا انتم ها ماكينه بحال هكا هكا توطالع على الشكمه كتسكت يعني بلي الماكينه ما منفساش يعني ما فيها حتى شي ديفو يعني تشوف الصوت وتشوف ماكينه يعني انتم حتى هذا الموتور حتى هو تقلب لي حتى هو الماكينه تشوف ما خرج فيها الزيت قلب هاد البولونات هادو يكون محيد شي واحد يكون محيد كما يوم مفور فيه شي بولون يعني حتى هو تدير هاد البارتي هادي خصك تحط الشات ما خصو يطفى. وكاينه واحد الحاجه حتى هي اللي خصك تشوف الرويض خصهم يكونوا مقادتين يعني كتشوفوا من التحت خصهم يكونوا في طلق يعني الرويضه تاع القدام خصها تكون نيشان مع الرويضه تاع اللور. وكذلك حتى هذا يعني خصك تشوف الرويضه تاع القدام والرويضه تاع اللور يعني هذا الشيء كامل الا كيبان لك الموتور ماشي هو داك كتمشي دابا تركب على الموتور غادي تطلق ليه الثاني يبان لك البلان تاعو احنا يعني دابا الا بيت كاين واحد الحاجه حتى هي يعني الموتور الا بيتي تسيع ثاني من تسالي من دوك الحوايج اللي قلت لك يعني كتركب الموتور وخصك تكسيرو وتطلق يديك يعني خصو يمشي النيشان الا ما مشاش الموتور النيشان راه فيه شي ديفو اما في الساسي اما في الكادر. يعني الموتور ما خصوش يقطع الموتور هذا غادي نشوفوا لي تينا انا تلاقيت تيك خصو يمشي النيشان. يعني الموتور هو غادي النيشان تلاقيت تيه غادي النيشان يعني الموتور هو هذاك ما معوج ما